تتكلم عن ركلة الجزاء، ركلة الجزاء أخطأ سالم وكان المفروض سالم يعني يكون أذكى وما يلعبها، لكن أنت اللي تتحمل في أندلوسيا، ضيع سالم وخليت سالم هو اللي سدد ركلة الجزاء. تتكلم تقول سيئين، 61 تمريرة الشوط الأول خطأ لفريق تقول عنه سعد كويس ومخليك البحرين تلعب ومعطيكم سلمك الملعب، 27 تمريرة خاطئة الشوط الثاني وانت تقول احنا كويسين، تطلع فراس ليش؟ مهاجمك إذا ما أخذ الثقة متى يأخذ الثقة؟ كرة القدم للمهاجم فرصة واحدة تغير المباراة، إذا أنت ما شفت ايش سوى قدام عمان في كأس آسيا فراس، بعيد عن كل اللي سواه فراس، احنا شفنا، احنا ننتظر ردة فعل، لن يشفع لهذا الغضب اللي في الشارع الرياضي وهذا الزعل على قيمة منتخبنا وعلى ما نقدمه وعلى تاريخه إلا رحيل مانشيني، وأنا أراهن هنا وعلى هذه الطاولة يرحل مانشيني بإذن الله أن احنا نتأهل ثاني في المجموعة بكل بساطة، لأنه بكل بساطة مشكلتنا واضحة، مدرب اسمه مانشيني وناس كبرت على المنتخب، وأنا أتمنى يمشي مانشيني وتمشي إدارة المنتخب، لأنه من لا يستطيع أن يقوم عمل المدرب ويحدد المسار بالشكل الصحيح مش من المفروض تجربته انتهت، المفروض يمشي مانشيني إدارة المنتخب. شكرا، لازم تتحمل مسؤولية إدارة الاتحاد السعودي، اليوم قبل بكرة لازم يكون عندنا ردة فعل.